لسه متواصلين معكم مشاهدينا وبنتكلم على منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة طبعا اللي بتحتضنها مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. فبنتكلم دايما على أن الشباب هم أمل أي مجتمع وأداة بنائه. من المنطلق ده كان لابد من بناء وتطوير شخصية الشباب. ده بيكون من خلال العديد من الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة ومن أهمها طبعا منتديات الشباب. لكن إزاي ممكن تكون المنتديات دي أداة لتطوير الشباب وإنتاج جيل جديد مختلف يقدر يبني مجتمعه بفكر جديد؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال ضيفنا الدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، ضيفنا العزيز. وبنواصل مع حضراتكم سلسلة بناء الشخصية، بنتكلم النهاردة على شخصية الشاب اللي ممكن تتبلور من خلال مثل هذه المنتديات. أهلا بك يا دكتور رأفت. يا هشام إزيك؟ صباح الفل يا دكتور، إيه أخبارك؟ كله تمام. كله تمام. الحدث مهم والأمال المعقودة عليه أهم. إزاي بتنظر لمثل هذه المنتديات اللي هي معنية في المقام الأول بالشباب وإحنا دولة فتية، دولة يعني الشباب هم بيمثلوا الغالبية العظمى من سكانها، مش بس الشباب المصري، الشباب الإفريقي كمان. أنا عايز أبتدي بأينشتاين، هو قال حاجة ليها علاقة بالموضوع منتدى شباب العالم. قال I never teach my pupils I provide conditions in which they can learn. يعني أنا ما بعلمش تلامذتي، أنا بحطهم في الظروف اللي يتعلموا فيها أو يتعلموا منها. ده اللي بيحصل بالظبط في مصر. يعني الرئيس السيسي والحكومة بتحاول تخلق ظروف معينة ممكن من خلال الظروف دي ان الشباب يعرف يتعلم بشكل او باخر. لو احنا نرجع بس كده للاداره ونقول طيب فكره المعلومات، معلومات بالانجلش ليها ثلاث معاني، داتا وانفورميشن ونوليدج، واحنا احيانا حتى بنقول الثلاث مصطلحات بعض الناس ما بتعرفش الفرق بينهم. الداتا هي عباره عن معلومات لسه ما تعملهاش بروسيسنج، لما تعملها بروسيسنج تتحول الى انفورميشن. الانفورميشن لما نحط معاها خبره او اكسبيرينس تتحول الى ما يسمى النوليدج. حضرتك لما بتروح تحضر مع محاضر انت مش بتدور على الانفورميشن، الانفورميشن موجوده في الكتاب، حاجه بتدور على النوليدج، انا عايز خبره الشخص اللي بيتكلم. منتدى شباب العالم فكرته الاساسيه انا جايب شباب من دول مختلفه، كل دول ليها ثقافه مختلفه وليها خبرات مختلفه، انا عايز انقل هذه الخبرات بين الناس وبعضها. يمكن في مصطلح مهم جدا في البيزنس يعني ينطبق بالظبط على منتدى شباب العالم، بنسميه بي بي بي، بيست براكتس بنشماركينج. كلمه بنشماركينج لما نشوف جت منين، كلمه بنش يعني ترابيزه وكلمه مارك يعني علامه، جت من قياس القماش زمان، كان بيحطوا علامتين على الترابيزه المسافه بينهم متر. فكلمه بنشمارك لما اقول لك مثلا يا هشام مين البنشمارك بتاعك، يعني مين القدوه بتاعك، مين اللي انت بتتعلم منه. ففكرة البيست براكتس بنشمارك ان احنا بنجيب ناس بثقافات مختلفة، كل مجموعة منهم عندهم خبرات ونجاح في مجال معين، بحيث ان انا طيب ممكن يبقى مثلا في دولة موجودة جاية بيستخدموا التكنولوجي بشكل عظيم جدا، انا كمصر اتعلم منهم، انا كمصر متميز في حاجة معينة. فدي فكرة انه حضرتك تبقى موجود بتنقل الاكسبيرينس اللي هي النوليدج. لانه احنا مشكلتنا الاساسيه في التعليم في مصر، رغم ان النقطه دي ابتدت تتحسن بشكل كبير، الفجوه ما بين التعليم الاكاديمي وما بين احتياجات السوق فعليا. انا عايز اشيل الفجوه دي منين؟ انه يبقى في موجود بشكل او باخر خبره عند الشباب تقول لهم ايه اللي بيحصل في السوق. فانا جايب شباب من دول مختلفه عشان اقدر انقل كل حاجه كويسه للشباب المصري ومن الشباب المصري برضو في الاتجاه الثاني. الناس دايما بتستعجل النتائج. النتائج اللي احنا بنرجوها ممكن تظهر بعد قد ايه؟ احنا بنتكلم هنا على تغيير ثقافه، وبنتكلم هنا على تاثير خبره على الناس، ده محتاجه وقت. بس عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره، مفروض يكون في مؤشرات، لانه طبعا اي حاجه دايما حتى في البيزنس عندنا حاجه في المؤشرات، حاجه بنسميها كي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي مؤشرات قياس الاداء، بنقسمها لنوعين، مؤشرات قصيره المدى ومؤشرات طويله المدى. مش مفروض ان انا انتظر ليه المؤشرات طويلة المدى، لكن أبص هل الأحداث اللي اتعملت دي والإيفنتس والمنتديات دي ابتدت تنعكس إيجابيا ولا لا. واضح إلى حد كبير خصوصا في التغيير اللي حصل في المحافظين في المرة دي، أن في بعض الشباب اللي كانوا بيؤهلوا من فترة معينة من خلال برنامج رئاسي، من خلال حضورهم منتديات، الشباب ابتدوا يتقلدوا مناصب، لأنه منظومة اختيار رجال الدولة في مصر لازم تبقى بالشكل ده. أنا لما بجيب حد مش مؤهل وبحطه في مكان، حضرتك عشان تقدر تفهم طبيعة المكان، وخصوصا لو أنت رايح في مكان ربما بعض الناس اللي موجودين فيه
كانوا شايفين ان هم اولى منك بهذا المكان، فلما حضرتك بتيجي بيحاولوا يعملوا نوع من المقاومه عشان حضرتك تقدر ما تقدرش تعمل المطلوب منك. لا انا مش عايز كده، انا عايز اجيب حد عنده خبره عشان لما يدخل المكان يقدر يعمل نجاح في المكان. فدي حاجه كويسه. ونفسي برضو انه يمكن كنت بكلمك اكتر من حد من النقطه دي من صناع القرار، انه الاختيار ما يكونش بس على الخبره الفعليه في مجال اللي هو تخصصه، ولكن كمان على الشخصيه بتاعته. لانه يهمني جدا انه شخص يكون شخصيه ناضجه، لان انا لما باخد حد اوديه وزير او اوديه مساعد وزير او اوديه محافظ، هو لازم يبقى فاهم انه رايح على مكان في ناس هتبقى حابه انه هيجي وفي ناس معترضه على كده. ازاي يحتوي الاثنين؟ لان انا لو دخلت بحاول احارب اعدائي او الناس اللي انا شايف ان هم معترضين هتلاقيني هفشل بشكل او باخر. فكره المدير الناجح لما بيروح مكان ما بيمشيش بفكره التغيير على طول، لا انا همشي فلان، لا ازاي استفيد من الناس الموجوده. يعني كان عندنا موديل لطيف كده في البيزنس اسمه تريبل تي، يقول لحضرتك لما حضرتك تروح على مكان لو انت عندك خبره وعندك نضج شخصي حاول تترين الناس، ده التي الاولانيه علمهم. التي التانية ترانسفير، لو واحد في مكان مش نافع انقله المكان تاني. حاجة التالتة ترمينيت، دي اخر استراتيجية. لو الشخص ده فعليا بيسيء للمكان اللي هو موجود فيه وبيعرقل نجاح هذا المكان خلاص ابعده. لكن فكرة انك تروح لو فكرة الاقصاء من الاول، ده معناه ان حضرتك رايح المكان ده باجندة وانا عايز اجي واجيب الرجالة بتاعتي. المبدأ ده والفكر ده لازم يختلف. ونتمنى ان الشباب اللي بيحضروا المنتديات دي يكونوا بيتعلموا القصة دي ويفهموها من دول تانية عندهم نضج الى حد كبير في فكره التعامل مع الاعداء. يعني انا ما عنديش مشكله اتعامل العدو بتاعي ده لو قدرت بشكل او باخر ان انا استغله صح واخليه ينفذ الاستراتيجيه بتاعته انا نجحت تماما. لكن ما ينفعش ان انا اروح لمكان اقول انا عايز اغير كل الناس، حتى فكرتها نفسها تطبيقها صعب جدا بصوره او باخر. هل بدات تتلمس نجاح للمؤتمرين السابقين في اي من المجالات؟ يعني انا بشوفها في اكتر من حاجه بصراحه. يعني بتقول لي يعني احنا بنبص على بعض الامور، هل وضحت منها بعض الـ يعني انا شفت اكتر من حد كان حاضر اكتر من منتدى، بلس الناس اللي احنا بنسمعهم هم بيتكلموا في المنتديات كشباب. انا شايف الناس ابتدت تتكلم بلغه فيها يعني انفتاح على ثقافات اخرى. انه لما حاجه تيجي تتكلم على الثقافه لازم تبقى فاهم ثقافه الدوله، مش مقصود بيها بس العادات بتاعتها بصوره معينه، لكن مقصود بها حاجات كتيره جدا. في دول الثقافة بتاعتها بتعتمد على العمل الجماعي، فلما يجي لي دولة زي كده، يمكن أشهر دول في العالم في النقطة دي هم آسيا بصفة عامة، يمكن اليابان بتاخد سكور عالي جدا في النقطة دي، كوستاريكا يمكن أول دولة في العالم بيعتبروها بتؤمن بالعمل الجماعي. لما أجيب الناس دي وتقعد في المنتدى أنا كشخص مصري هتعلم منهم. لما نيجي نتكلم على حاجة مهمة جدا في ثقافة الدول اللي هو فكرة اللي بنسميها المجتمع الذكوري، مش بالمعنى السلبي بتاعه، لكن مقصود بيه المجتمعات اللي بتحترم النجاح، بتجري عشان تنجز، بتحترم الوقت. لأن احنا عندنا في مصر كان عندنا مشكلة كبيرة إلى حد ما في موضوع الوقت، ابتدت تتحسن. التحسن ده بيجي منين؟ بيجي من اختلاط بتاعي مع ناس معينين موجودين معايا في منتدى. الميعاد احنا البريك من 9 ل 9 وربع، خلاص هتلاقي الناس كلها جت. انا مع الوقت لما الاقي نفسي باجي متاخر هلاقي لا شكلي مش لطيف، فهعمل ايه؟ فدي حاجه مهمه جدا ان يبقى فيه ابتدينا نلمسها الى حد ما في السلوك نفسه بتاعه الناس اللي بتحضر المنتدى. هل ده وصل للناس اللي بتتابع عبر الشاشات؟ يعني احنا بنقول ده ممكن يكون متبلور في فكر او في رؤيه الشباب اللي حاضر جوه الفعاليات. انا كمتابع من خلال الشاشات ممكن يكون وصلني هذا الفكر بنفس القوه لو انا كنت مشارك؟ هتبقى صعبة شوية، لكن ممكن تبقى أكثر سهولة لما حضرتك تكون بتتعامل مع شخص وشفته قبل ما يحضر منتدى أو اتنين، وبعدين فجأة لقيته شفته بعد كده تاني، هتلاقي فيه نوع من التغيير. لأنه إحنا لما بنحضر أي منتدى أو أي اجتماع، يعني حتى في البيزنس في حاجة اسمها ميتنج مانجمنت أو إدارة الاجتماعات، أنا يهمني في الميتنج أو في الاجتماع إنه لو في حد عنده قصة نجاح أو سكسس ستوري يقولها، لأنه النجاح مش معناه النتيجة. حتى لما بنيجي حتى في الانترفيو لما يجي نسأل شخص نقول له قول لي قصة نجاح، تقول لي ان انت راجل شاطر في التخصص الفلاني، ما تقوليش انا عملت الحاجة الفلانية، تقول لي عملتها ازاي. يعني حتى بلفظ كده بنقول عليه كتير قوي نو هاو، النو هاو قول لي الميكانيزم اللي انت عملت بيها. فمفروض في الميتينجز دي بنشوف الفيدباك ده او بنشوف الاكسبيرينس بتاعت الناس دي وصلت لايه، فانا باخد منها عشان اقدر اتعلم. هيبقى صعب جدا من خلال الشاشة اقدر اقول انه الشخص الفلاني
استفاد. لكن لو حضرتك تابعت شخص او معين كان موجود في المنتدى الاول وبعدين شفته في المنتدى الثاني وسمعته هنا وسمعته هنا، ربما لما تسمع طريقته في اداره الحوار تحس فعلا انه استفاد بشكل يعني الاحتكاك أو المباشر هو اللي ممكن يكون له الاثر الاكبر الى حد وأنا كبير وانا بتكلم على هذه الافكار. طيب، من المعروف ان فيه هو ما بين الثقافات دول العالم الاول ودول العالم الثالث، ازاي ممكن نقرب هذه الهوة من خلال الالتقاء ما بين الشباب اللي بينتمي لهذه الدول وتلك؟ هو اكتر من حاجه بصراحه، هو مش وجود منتديات بس، لكن حاجه شوف مثلا الشركات الخاصه بتعمل حاجه لطيفه جدا بنسميها الجوب روتيشن. الجوب روتيشن هي عباره عن انا بشتغل مثلا في مجال التسويق، بقيت شاطر في القصه دي، بس في يوم من الايام عايز ابقى مدير شركه، فبياخدوني يحطوني في اداره البيع عشان افهم البيع، يوديني في اداره الحسابات لفتره معينه. النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تبقى فيها تعظيم للنقطه دي من خلال انا بحضر منتدى، واي نوت ان بعد فتره معينه ان انا اروح اعيش في دوله مثلا شهرين ثلاثه عشان اقدر افهم الثقافه بتاعتهم واقدر اشوف نظام العمل بتاعهم واخد الخبره دي. يعني هي بتبقى منظومه مكتمل ما بين توعية للشباب، ما بين حضور منتديات، التوعية دي من خلال التدريب ومن خلال الحاجات اللي بنشوفها على بعض المواقع التواصل أو المواقع العلمية، حضور منتديات، السفر لدول زي كده عشان في حاجة اسمها التعلم بالمشاهدة أو اللي هو learning by observation. فأنا لما أروح وأشوف ثقافات الناس دي ده هينعكس بصورة إيجابية عليا. يعني لما ناخد في ثقافات الدول فكرة اللونج تيرم اورينتيشن، ازاي تبقى انت بتخطط لمدى بعيد، فرج على دول كبيرة متقدمة زي امريكا وكندا متميزين في النقطة دي، فلما اروح اقعد هناك شهر او اتنين او تلاتة اقدر اعرف الناس دي ازاي بتخطط لفترات طويلة 5 سنين و10 سنين. دي نقطة مهمة جدا. فعندنا منظومة من اكتر من حاجة عشان يبقى فيه خلط ما بين ان انا بسمع حاجة في المنتديات بتسمع، برغم ان في جزء تطبيقي شوية لو فكرة المحاكاة. يعني حاجة لما تيجي نشوف اساليب التدريب، عندنا اساليب كتيره جدا للتدريب. التدريب بيتقسم نوعين، اللي هو التريننج بيتقسم اون ذا جوب تريننج بيسموه الكوتشنج، ان انا بتعلم وانا في الوظيفه بتاعتي مديري بيوجهني، وحاجه اسمها اوف ذا جوب تريننج ان انا بتعلم بره البيئه الطبيعيه للشغل، فبيئه صناعيه زي وجود المنتدى، حاجه زي السيميوليشن او المحاكاه زي ما بيحصل لمجلس شعب مش عارف مجلس امن. ده بشكل او باخر بيحاول يوصل لك التاتش العملي بتاع الموضوع عشان ابقى انا فاهم هي الحاجه دي بتتعمل ازاي في الواقع. لان طول ما هي بتتاخد في صوره محاضرات وصوره مجرد واحد واقف بيتكلم، طول ما هي هتبقى برضو في الاطار النظري، لكن كل ما اضيف اشكال معينه، يعني ناخد المحاكاه بنسميها سيميوليشن، ناخد حاجه تاني مهمه بنسميها رول بلاي اللي هي التمثيليات، اعمل تمثيليه، حاجه مهمه جدا بنسميها الجيميفيكيشن ان انا من خلال جيم معين اوصل لك الخبرة اللي أنا عايز أوصلها. فكل ما بيكون هناك تنوع في استخدام الوسائل اللي أنا بوصل لك بيها الخبرة، وخصوصا اللي يكون التنوع ده بعيد شوية عن فكرة المحاضرات، رايح ناحية المحاكاة وناحية الرول بلايز، كل ما حكي يعني الطيار بيتعلم إزاي بنحطه في جهاز اسمه سيميوليتور. السيميوليتور ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جهاز بيديلك الكونديشن أو الظروف بالظبط كأنك في طيارة. فدي النقاط أو الأساليب اللي بتزود نقل الخبره، لانه للاسف انا لو ما عملتش كده حاجه تتعلم منين؟ حاجه اسمها ترايل اند ايرور اللي هي المحاوله والخطا، وده دي كارثه بكل المقاييس، لان انا ممكن الخطا يخسرني كتير. لا، انا عايز اتعلم بطرق كتيره جدا وطرق جديده زي السيميوليشن وزي الرول بلايز وزي استخدام الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي عشان اقدر دلوقتي بقى في روبوت عباره عن حد بيعلمك من خلال هو روبوت. فده بيوصل لك الخبره بشكل يعني يميل اكتر او يقرب اكتر من الواقع. دايما بيكون عندنا مشكله في الصف الثاني والصف الثالث، ازاي ممكن اقدر افرز ناس تكون ملائمه للوظائف المختلفه من خلال الشغل على الشباب؟ حلو قوي السؤال ده. يعني الفكره هي مش فكره منتدى بس، الفكره بعد المنتدى ايه التبعات للمنتدى. انا مفروض وخصوصا في الجهات الحكوميه والمناطق اللي انا يهمني يبقى عندي صف تاني فيها، القطاع الخاص بيعرف يعمل القصه دي، انا كدوله وكحكومه محتاج اعملها كويس، حاجه بنسميها التفويض او الديليجيشن او بنسميها احيانا الجوب انريتشمنت. عشان حاجه تحضر صف تاني محتاج التفويض. التفويض ممكن يتعمل بس يبقى كارثه بكل المقاييس، لان عملت حاجه غلط. التفويض عشان يبقى ناجح محتاج ثلاث حاجات: الشخص المناسب والوقت المناسب والمهمة المناسبة، وهم منظومة لازم الثلاثة يبقوا موجودين. فأنا دلوقتي مدير مكان، حضرتك الشخص اللي بعدي على طول، أنا محتاج إن أنا
عشان احضرك كويس لازم اختارك صح. فلو اديتك مهمه، المهمه دي مش متناسبه مع امكانياتك فحصلت مصيبه. فالشخص المناسب مقصود بيه الكفاءه الشخصيه، ومقصود بيه حاجه تاني كمان، النضج الشخصي. لانه في التفويض انا بدي لك مهمه ومعاها سلطه. لو حضرتك غير سوي نفسيا، وبيسموه كده زمان بلغه احمد رجب عبد مشتاق، يعني هتموت على السلطه، فممكن تسيء استخدام السلطه اللي انا اديتها لك. فانا عايز الشخص المناسب يكون مناسب على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوظيفي. الوقت المناسب، ما ينفعش ادي لك تفويض في طوارئ، لانك انت في الطوارئ الشخص بيبقى خايف. فوجود التفويض حك تلاقي نفسك ما عرفتش تجيد المهمه. الحاجه الثالثه، المهمه المناسبه، ما تبقاش المهمه دي مهمه سريه. ازاي مهمه سريه واعمل ليها تفويض؟ ما تبقاش المهمه دي مهمه حساسه فاقول لك مثلا يا هشام قيم زمايلك وقول لي. ما ينفعش، لازم المهمه دي تبقى مهمه مقبوله ليك وللناس. الشركات الخاصه بتعمل حاجه لطيفه جدا بنسميها السكسيشن بلان. اللي هو ايه السكسيشن بلان؟ بنيجي لمدير كل اداره نقول له مين البديل بتاعك. كلمه سكسيشن يعني بدائل. تقول لي ما فيش حد، اقول لك لا، لازم يبقى بديل ليك عشان يوم ما انت تترقى او تمشي انت ما قدرتش تنجح ان انت تخلق جيل تاني او تالت. دي حقيقه. فدي نقطه مهمه جدا، فكره التفويض. ولازم التفويض وخصوصا في بعض الجهات الحكوميه وقطاع الاعمال تبقى بالاجبار، لانه احيانا اللي قاعد على مكان معين بيبقى خايف ان يبقى في حد قريب منه عشان ما ياخدش مكانه. فانا لازم كمدير مصلحه او وزاره لازم ابقى انا بتاكد ان كل حد موجود مجهز بديل لي يوم الشخص ده يتحرك، لازم البديل ده يجي مكانه. طب قول لي ازاي ممكن الدوله تتحرك في هذا الاتجاه دكتور رأفت، يعني على المستوى الحكومي؟ يعني مثلا بنشوف بعض ممكن يكون مسؤول اتحط في مكان وخرج من المكان دون فكره الثواب والعقاب، فكره التقييم المنطقي اللي حضرتك بتتكلم عنه دي اعتقد احنا محتاجينها شويه. خلينا نتكلم عليها منظور اداري اكتر منه منظور طبعًا. قانوني، لان انا مش راجل قانون. لكن من منظور اداري، في بعض الشركات بتبقى بتعمل حاجه كده نظام لطيف جدا اسمه المنتورشيب او المشوره. اللي هو ايه؟ انا عندي جوه المؤسسه شخص او اتنين او ثلاثه يتم اختيارهم، يا اما من جوه المؤسسه يا اما من خارج المؤسسه. الاشخاص دي عباره عن مديرين عندهم خبره كويسه جدا، سواء مديرين او استشاريين. هو جاي من بره المؤسسه يبقى استشاري، برغم ان اللفظ ده انا عارف انه في مصر مرتبط بحاجات سيئه جدا. الاستشاري ده احيانا ممكن يبقى شخص جاي بياخد مرتبه ما بيعملش حاجه. لا، انا مش بتكلم على الشكل ده، انا بتكلم على الشكل حد عنده خبره كويسه جدا جايبه موجود جوه المؤسسه. هو بيتابع فكره هل لكل منصب جوه الوزاره دي بديل ولا لا، والبديل ده بيجهز بشكل معين. يعني لو ناخد الكلام ده على مستوى الوزراء، احيانا الوزير بيبقى الفتره اللي بيقعدها في الوزاره سنه او اتنين، ودي فتره مش كبيره. لو هو مش مؤهل وفاهم ابعاد الوزاره كويس هيدخل الوزاره، وعلى بال ما يفهم طبيعه الوزاره وطبيعه المشاكل اللي موجود فيها يكون مشي. فانا لو ابتديت اعمل الفكره دي انه في كل وزاره انا عندي وزير وعنده مساعد او اتنين او تلاته، وبعد المساعدين دول ما يبقوا جاهزين ندخلهم في كومبتيشن او في منافسه. يعني مش لازم يبقى واحد بس، وخصوصا انه حك لما بتحط لهم فكره المنافسه بيبقوا مبسوطين ان هو بيجري دلوقتي عشان هو عارف انه ممكن يبقى يتاخد او لا. لكن انا مش باجي اجيب وزير ومساعد ليه بعد، لا، انا عندي اكتر من مساعد، والمساعدين دول بيتحضروا وبرملهم فكره انه اكتر حد منكم هيبين جاهزيه للمنصب ده هيتاخد. يبقى في هنا استشاري او حد منتور او شخص عنده خبره كويسه جوه المؤسسه، مش لازم يبقى مدير مؤسسه او مدير الوزاره، بيكون هو المسؤول عن ان هو يبقى بيتابع وجود صف تاني جوه المؤسسه. ازاي ناهل الشباب على المستوى النفسي وعلى المستوى العملي؟ اتكلمت على المستوى العملي بشكل ما او باخر من خلال الاجابات السابقه، لكن على المستوى النفسي ازاي ده ممكن يكون حاصل؟ هو على المستوى النفسي اول حاجه مهمه جدا هي الاختيار، لانه مش منطقي ان حضرتك تختار ناس الكواليفيكيشنز بتاعتهم ضعيفه وتقول ان انا هبتدي ااهلهم نفسيا ووظيفيا، لان في بعض الناس نفسيا هو غير مؤهل انه يمسك منصب قيادي. ودي يمكن ثقافه للاسف احنا في كدول عربيه لسه ما وصلناهاش بالشكل اللي موجود بره. هو مش اي حد ربنا خلقه عشان يبقى مدير او يبقى في منصب كبير. احنا بنشوف احيانا ناس، بنشوف احيانا وزراء، احيانا بنشوف مديرين مؤسسات، احيانا بنشوف مديرين كبار في الشركات، لما بيقف وبيمسك المايك وبيتكلم
بيبقى الإفكت سيء جدا. ليه؟ لأن هو ما عندوش هذه الملكة. لما بيقعد جوه المؤسسة وبيدير المؤسسة للأسف بياخد قرارات بتبقى ليها تأثيرات سلبية على الناس، لأنه مش موهوب في الإدارة. هي الإدارة موهبة وبتبان في الشخص من هو صغير. فحضرتك في الاختيار مهم جدا أنك تختار ناس يكونوا مؤهلين. النقطة التانية بعد ما حضرتك بتاخد الشخص ده ان هو عنده خامه كويسه يقدر ينفع يبقى مدير كويس، التاهيل النفسي انه حضرتك تبتدي تحطه تحت ضغوط معينه عشان اقدر ااهله يوم ما يبقى في منصب صعب يقدر يتحمل الضغوط دي. يعني حضرتك احيانا مدير الشركه تشوفها كتير جدا، حصل مصيبه للمؤسسه او للشركه اللي هو مسؤول عنها، وطالع في مؤتمر صحفي قدام الصحفيين وقدام الجمهور، يعرف يتمالك نفسه وأعصابه، ولو حصل له أي نوع من الاستفزاز يعرف يرد ولا لا. ما هو ده مؤهل نفسيا. أي. لو هو مش مؤهل نفسيا مش هيقدر يعمل كده. عشان كده يفضل طبعا في مناصب كتيرة أنه بجانب الاختبارات العملية يبقى فيه اختبارات نفسية عشان نشوف هذا الشخص مؤهل ولا لا. كنا ذكرنا في بعض الحلقات قبل كده بعض الحاجات اللي بتزود التأهيل النفسي وتحطك في المزاج المناسب انك تنجز في الوظيفه اللي انت فيها، زي التامل وزي اليوجا وزي بعض التمارين النفسيه. دي حاجات مهمه جدا عشان ما يبقاش، يعني ذكرنا لو تفتكر يا هشام قبل كده دكتور محمد العريان، وقلنا الراجل ده لما حصل لبنته قالت له حاجه معينه ان انت مش مدي وقت ليه خالص، ابتدى يتخلى عن حاجات كتيره جدا. هو عمل ايه هنا؟ لقى انه هيفقد جزء كبير جدا من النضج النفسي بتاعه، لانه هو مش مفيش نوع من التوازن ما بين العمل وما بين ما بين الحياه الشخصيه. دي حته مهمه جدا لازم نراعيها عشان يبقى عندنا ناس مؤهلين لهذه المناصب. طيب اللي بيتابعنا دلوقتي هيقول انتوا بتتكلموا طول الوقت على ناس اوريدي تشتغل، وانا عندي شباب لسه لم يلتحق بسوق العمل، ازاي ممكن اشتغل على الفئه دي وهي فئه كبيره وعندها امال وطموحات، وممكن في وقت من الاوقات يحبط او نفسيته تتاثر بوضع قد يكون حاصل معاه وما توفقش. طيب هو النقطه بتاعت الشباب، يمكن انا عشان انا مصري كندي هقول لحضرتك مثلا بيعملوا ايه في كندا في الجزء ده. حاجه مهمه جدا للشباب اول ما يتخرج مش فكره بس ان انا ابتدي اديله تدريبات، لانه احيانا بعض الشباب ما بيكونش عارف هو موهوب في ايه. ففي بعض الدول زي كندا وزي امريكا بيعملوا حاجه لطيفه جدا، بيبقى في المنتور اللي انا لسه بذكره دلوقتي اللي هو المرشد ده، وبتبقى معموله بصوره خدمه مجانيه، فبيقعد معاك يدردش معاك يقول لك في الاخر انت ممكن تكون موهبتك في ايه، ده في اي مرحله بقى بعد ما بتتخرج. ويساعدك كمان انك تعمل السي في بتاعك عشان لما تيجي تقدمه للشركات، احيانا بيكون انك كاتب السي في بشكل سيء هو احد الاسباب اللي رفضك. فدي اول حاجه ان انا اساعد الشباب اللي متخرج انه يعرف موهبته ايه، لانه احيانا بعض الناس، يعني هقول لحضرتك مثال بنشوفه كتير قوي في السوق، الشباب المتخرج معظمهم عايزين يشتغلوا في مجال البيع. طب ليه؟ عشان الفلوس بتاعته كويسه، عشان بياخد عربيه، عشان بياخد حافز. لكن الفكره طب هو حضرتك مؤهل انك تشتغل في مجال البيع ولا لا؟ لو غير مؤهل يبقى ما ينفعش انك تدخل الحته. انا عايز اساعدك في الاول اقول لك انت مؤهل ولا لا. بعد ما عرفت موهبتك وقلت لك انت تمشي في اي اتجاه، اقول لك بقى ايه الحاجات الكورسز اللي تاخدها، وتاخدها بشكل عملي عشان تساعدك انك انت بعد ما تاخد الكورس ده اللي هتدفع فيه فلوس وانت لسه صغير ولسه متخرج وامكاناتك مش عاليه، يساعدك انك تلاقي مجال للشغل. لان احنا للاسف في مصر بنتركها لاختيار الشاب نفسه، وللاسف بعض الجهات الغير مسؤوله او السنترز البرايفت ممكن يكون بيقول كلام كتير جدا هو بيعمله وبيقدم حاجات وهو ما بيقدمش اللي بيعمله. في بعض المؤسسات المحترمه، يمكن عندنا الاكاديميه البحريه، عندنا المعهد المصرفي وانا ذكرتهم اكتر مره، عندهم بروجرامز كتيره جدا للشباب بيسموها فاونديشنال بروجرامز، بتاهل. يعني المعهد المصرفي بيشتغل في مجال البنوك، الاكاديميه البحريه بتشتغل في مجالات كتيره جدا. احنا عايزين يكون عندنا اكاديميات حكوميه محترمه او تتبع للدوله عشان نضمن ان هي هتوصل الخبره المطلوبه بشكل بسعر كويس وفي نفس الوقت بالجوده المطلوبه عشان تاهل الشباب. بلس بقى حاجة مهمة جدا ان الحكومة تبتدي تشوف هو ايه المجالات او ايه الوظائف اللي محتاجينها في الفترة اللي جاية، عشان حتى لو الطالب ده دخل كلية غلط او كلية بتطلع لنا اعداد كبيرة، فانا ما عنديش مشكلة في النقطة دي. ابتدي بقى اشوف دلوقتي طيب الحكومة في الفترة اللي جاية محتاجة تخصصات ايه، ابتدي اجهز الشباب. فانا في الاول هقعد معه اشوف امكانياته ايه وموهبته ايه، هديله تريننج، هبتدي اوجهه ايه الاجزاء اللي الدوله دلوقتي محتاجه ناس فيها. انا بفكر مع حضرتك وبقول لو طبقنا النموذج ده في مصر انا محتاج اطبقه بدري شويه، لان انا مثلا ممكن ادخل كليه مش بتاعتي، وارد ممكن مجموعي يوجهني في حته انا لا ارغب فيها، فلو عملنا الفكره دي بدري شويه ممكن تفرق معنا كتير.
في بعض الدول بيعمل حاجة لطيفة جدا، سواء الدولة اللي بتعملها أو جهات خاصة جوه الدولة، إن هي بتعمل نوع من التقييم لابنك وهو مثلا بعد ما بيخلص مرحلة الإعدادية أو قبل ما يوصل ثانوي أو في ثانوي أو في نهاية ثانوية عامة، عشان يبقى بيقول له لا أنت إمكانياتك، لو تفتكر إحنا اتكلمنا قبل كده على فكرة النص الأيمن من المخ والنص الأيسر من المخ. لو أنا الناحية اليمين مخ قوية عندي، بلاش أروح ناحية كلية التجارة عشان دي محتاجة حد الناحية الشمال من المخ عنده أقوى، الفكرة الإبداعية أكتر، لأن الإبداع عندي أعلى، أدخل مثلا فنون جميلة، أدخل هندسة عمارة، يبقى دي حاجة تساعدني من الأول خالص قبل ما أختار الكلية، لأنه أحيانا الكلية بتأهلك، فلو حضرتك مختار كلية غلط يبقى التأهيل اللي أنت تأهلته ده في الآخر أنا داخل بس عشان أخد بكالوريوس أو ليسانس، أنا مش عايزك كده، أنا عايز الكلية تساعدك في جزء معين من الخبرة عشان لما تخرج، لما تيجي تاخد كورس أو اتنين يبقى أقل بكتير من أنا لا دخلت كلية مالهاش علاقة خالص، أنا راجل موهوب قوي ومبدع ورايت سايدد برين ودخلت مثلا تجارة، طب التجارة دي ناحية رايح ناحية الليفت سايد، فأنا هخرج بقى بعد كده أدرس تاني حاجات ليها علاقة بالإبداع وضيع وقتي بقى وضيع مجهودي والكلام ده كله. طيب لو اتكلمنا على فكرة التعليم بقى بشكل عام أو فكرة تغيير الثقافة، حاجة بتقول المفروض الناس تعرف الدولة محتاجة إيه وتشتغل عليه أو أنت حتى تأهل نفسك ليه. فكرة التعليم الفني يعني الناس كلها بتتكلم عنها دلوقتي ومستقبلها أعتقد واعد جدا خلال الفترة الجاية، في دول أوروبية واعدة جدا واشتغلت على الملف ده وده كان سبب تقدمها الحقيقة، لسه ما دالت هذه الثقافة مش مترسخة في أذهان الناس، شايفاها بالمنظور القديم اللي هو حد مش جايب مجموع فما قدرش يدخل ثانوي عام أو كلية معينة فبيدخل للتعليم الفني. إزاي أقدر أغير الجزئية دي أو الثقافة دي عند الناس؟ هو ده دور الإعلام بصراحة، ده من دور مهم جدا الإعلام، لأنه في مصر احنا بنبص للفني على انه شخص يعني اقل، وانا لو بنتي تقدم لها واحد فني فانا مش عيب قوي ان انا ان هو يعني انا اجوز بنتي لحد فني. الثقافة دي لو ما اتغيرتش يبقى حضرتك دايما هتبقى مصر ان ابنك يدخل كلية ياخد بكالوريوس او ليسانس. ممكن يتسأل يا دكتور رأفت يقول لك طب انت توافق ان ابنك يدخل تعليم فني؟ اول سؤال هيتسأل الاجابة بقى ممكن ما هو تكون انا عشان اوافق على حاجة زي كده لازم نظرة المجتمع للشخص اللي متخرج من تعليم فني تختلف، لكن طول ما المجتمع بيبص للشخص اللي متخرج من التعليم الفني ان هو اقل، انا كراجل استاذ جامعه هخاف ادخل ابني، لانه في الاخر هيتبص له ان هو لو سوشيال كلاس او مستوى اجتماعي قليل. فهي دي الفكره، فانت لازم تبتدي في الاول بتغيير ثقافه المجتمع. بلس نقطه تانية مهمه جدا، حضرتك لما تشوف مثلا ميكانيكي او السباك او اي حاجه حرفي في اي دوله في اوروبا في امريكا تلاقيه مثقف، تلاقيه بيتكلم بصوره لطيفه جدا، هنا الصوره الذهنيه للناس دي مختلفه شويه. فهي مفروض كمان ان احنا لان في حاجه في الحكم على الاشخاص بنسميها الاستيروتايبنج او القولبه. القولبه معناها ايه؟ لا يقول لك لا 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 انا ابني يبقى سواق تاكسي، يعني انا عايز اقول حاجه ايفن حتى الناس البسطة لو حضرتك عندك سواق بتبقى خايف مثلا لو هو داخل معاك حد يسالك مين ده تقول له السواق بتاعي، لان هو نفسه بيتضايق من الكلمة دي، طب ليه؟ ما هي السواقة دي شغلانة كويسة جدا. النظرة المجتمع للسواق أو للفني أو للسباك لازم تتغير، وبالتالي ما فيش مشكلة خالص إن أنا أقول إن أنا سباك أو أنا سواق. وبعدين هو شخص ذو قيمة وأنت بتحتاجه، لو ده مش موجود أنت عندك أزمة. بس أنا هتكلم معاك بصراحة شديدة جدا، الفئة بتاعت الحرفيين بعضهم للأسف بيسيء إلى الفئة كلها بطريقته في الكلام بأسلوبه باستخدام الألفاظ معينة، فده خلى نظرة المجتمع لا طالما أنت، وده غلط لأنه فكرة التعميم أو القولبة مش مطلوبة. أنا ممكن أبقى راجل متعلم جدا وأخلاقي وحشة، وممكن يبقى أنا شخص تعليمي متوسط وأخلاقي كويسة جدا. هنا المجتمع بيبص لا نظرة مختلفة، طالما تعليمك عالي تبقى أنت شخص أخلاقك عالية، لو تعليمك ده غلط، لأنه انت ممكن تلاقي بواب بتاع البيت عندك راجل مؤدب جدا ومحترم. فهي احنا محتاجين بشكل، والله كان عندي النموذج ده وغايه الثقافه، يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه ده انا شفته، يعني شخص، يعني انت قدام شخص فعلا جدير بالاحترام، يعني ثقافه واخلاق كمان. يعني انا عايز المنظومه دي، لكن طول ما المجتمع بيبص النظره دي اي حد هيبقى خايف. هتلاقي مين اللي بيدخل ولاده دلوقتي تعليم صناعي؟ لو هو ما جابش مجموع فانا مضطر لكده، لكن لو عليا هدخله جامعه. لا، لو المجتمع ابتدى يعني يغير النظره دي. بلس حاجه تانية ان الوظائف دي بتبقى بشكل او باخر بتجيب ربح كويس، واي نوت ان انا ادخل ابني، بس لما الحاجتين دول يتغيروا يعني. طيب الجلسه الاولى النهارده كان في حديث عن حسنات وسيئات السوشيال ميديا،
واعتقد دي مؤثره جدا في المجتمعات بشكل كبير قوي، خاصه فئه الشباب اللي هي الاكثر استخداما للسوشيال ميديا. ازاي ممكن اتلافى السلبيات اللي انا بشوفها ويكون توجهي كله للحاجات الايجابيه؟ هو الفكره في حاجه صغيره يعني، احنا جبنا سيره النقطه دي قبل كده، وتفتكر يا هشام انت لازم تسال نفسك انت بتقعد كام ساعه قدام السوشيال ميديا؟ طبعا احنا مشكلتنا الاساسيه دلوقتي هي الفيسبوك. يعني ان شاء الله في حلقه هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل على السوشيال ميديا، نشوف عدد الساعات اللي الناس بتقعدها على السوشيال ميديا، عدد كبير جدا. طب الناس بتتفرج على ايه؟ لان احنا عندنا بعض التقارير، في تقرير كده مشهور اجنبي اسمه سوشيال بيكرز، هذا التقرير بيقعد يقول لنا الناس بتبص على ايه، بتتفرج على ايه، ايه اكتر الصفحات، ايه اكتر الاحداث اللي الناس بتبص عليها. يعني في حاجه جوجل عاملها اسمها جوجل ترندز، حاجه بتختار اسم الدوله تقول له مصر مثلا، عايز اشوف مثلا ايه اكتر حاجات الناس بتدور عليها على جوجل، ايه اكتر اغاني الناس بتسمعها، ايه اكتر احداث الناس بتتكلم عليها. بنلاقي الحاجات كلها رايحه ناحيه حاجتين اساسيتين، الفن والرياضه. انا ما عنديش مشكله في الحاجتين دول، بس دول يبقوا ترفيه بالنسبه لحضرتك، لكن الدول هتتقدم بايه؟ هتتقدم بالعلم وبالثقافه. فاحنا مهم جدا بالنسبه لنا يبقى عندنا نوع من التوازن. ادخل اقعد ساعه على السوشيال ميديا او على الفيسبوك او على الانستجرام، لكن قصاد الساعه دي حط لي ساعه او اتنين اتعلم فيها حاجه تانية. لكن ما اقدرش اقعد خمس ساعات، لانه احنا بنشوف شباب بيقعدوا بالاربع والخمس ساعات قدام السوشيال ميديا، ويتحول في الاخر حاجه اسمها ايه؟ اسمها سوشيال ميديا ادكشن او ادمان. انا ما اقدرش ما اتفرجش على الفيسبوك. يعني في بعض الناس بيبقى قاعد معاك بيتكلم معاك فيس تو فيس، وانت مثلا يعني سرحت في حاجه فجاه لقيته وطلع الموبايل وقاعد بيتفرج على السوشيال ميديا. يعني حتى ادبيات التواصل ما ينفعش ان انا اعمل كده وانا قدامك، بس انا وصلت لدرجه من الادمان مش قادر اقعد فتره زي السجاير ما بيحصل. انا مش قادر اقعد نص ساعه من غير سيجاره. طب ما هو بالمنظر ده يبقى انا ما قدرتش استفيد بشكل او باخر. يعني نفتكر مثلا نجيب محفوظ قال اعظم هزيمه في حياتي انني لم استطيع القراءه نظرا لضعف بصري. شايفين الراجل بيقول ايه؟ يعني عايز يقول ان انا دي اكبر هزيمه ليا ان انا مش قادر اقرا دلوقتي، وانا مش قادر اقرا مش عشان حاجه، عشان انا نظري ابتدى يضعف. فلازم نستغل الوقت، لان الوقت في الاخر مهم جدا بالنسبه لنا. هما زي ما بيقولوا كده كل وقت وليه اذان، لكن اعتقد فكره الثقافه والقرايه عمرها ما تنتهي ابدا، لانك انت عشان المؤثرة. تطور نفسك لازم تقرا، لازم تقرا. ايلون ماسك مثلا اللي هو بتاع تسلا وسبيس اكس بيقول لك انا ساعة بقرا الصبح وساعة بقرا بالليل. يعني تتخيل وراجل مخترع وملياردير، ده معناه انه شايف ان القراية هي اللي خلته في الاخر يبقى هذا الرجل العظيم. ايه اللي ممكن يغير المعادلة بتاعت الشاب المصري في ظل المعطيات والتحديات والمتغيرات دي؟ انا عايز اخد بس اللفظ اللطيف اللي انت قلته دلوقتي يا هشام اللي هو التحديات. يعني الطفل اللي ظهر امبارح، في الطفل السرطان اللي ظهر، ازاي انت تبقى عارف يعني ايه فكره تحدي؟ لانه حاله الارتخاء اللي بتبقى موجوده عند بعض الشباب اللي بيتخرج، انا عايز اوصل من غير ما ابذل مجهود، دي بشكل معين انا لازم ابقى شخص واقعي. يعني تيودور روزفلت الرئيس الامريكي ال 26 قال لك keep your eyes on the stars and your feet on the ground، عينيك على النجوم ورجليك على الارض. يعني ايه؟ يعني خليك طموح بس واقعي. واقعي يعني مستحيل هوصل لمنصب عظيم من غير مبذل مجهود. وفي نفس الوقت لازم اتعلم ثقافه الفشل. ايه المشكله ان انا افشل؟ يعني ده الشخص اللي بيكون مخطط للفشل، مش مخطط معناه انه عايز يفشل، انه يعني عارف انه هيبقى فيه فشل، وبالتالي هو ده هتبقى محطه عشان اوصل للنجاح، فلازم ابقى مخطط للفشل. عندي حاجه مهمه جدا واخيره اللي هي ايه؟ لازم ابقى فاهم ان النجاح مش خطوه، النجاح رحله. بنقول سكسس از ا جيرني نوت ا ديستنيشن، لان بعض الشباب ينجح خطوه صغيره قال خلاص انا وصلت. لا، دي بدايه انك تكمل عشان تقدر بشكل او باخر انك انت تبقى انسان عظيم. اللي بيقول انا وصلت ده ممكن ينتكس، دي حقيقه. هل رجوعه سهل؟ هل ان هو يعيد الكره مره تانية ويحاول وينجح دي ممكن تكون سهله؟ ما دي مرتبطه بالاراده يا هشام، بالاراده. لو عندك اراده تعمل المستحيل. لو ما عندكش اراده، ما طه حسين يعني في من مئات السنين راجل اعمى وضرير وفي الصعيد وفي زمن ما كانش فيه اي تعليم، ليه الراجل ده بقى عميد الادب العربي؟ واحنا عايزين الشباب الصغير يقروا قصص الناس دي، الناس العظيمه دي، عشان يعرف الناس دي نجحت ازاي. احمد زويل دايما بنقول الجمله دي كتير، لما قالوا له انت بتحب ايه؟ قال لهم اقعد في جنينه بسمع ام كلثوم ويبقى معايا كتاب. ادي الشباب لازم يشوف النماذج الناجحه دي. الراجل بقى ايه بقى؟ بقى احد اعظم مفكرين العالم، وراجل واخد جائزه نوبل. لازم نعرف الناس دي نجحت ازاي. هو برضه بيعود للاصل، يعني تربيته او بيئته متمثله في المكان الاخضر، الثقافه بتاعته ام كلثوم، الثقافه والقرايه هي اللي وصلته لهذه المرتبه. يعني الثلاثه دول الاب والام جدا يعني. ان انت وانت صغير انت بشوفك بتسمع ايه، ومين الرول مودلز بتاعك او القدوه بتاعتك؟ ما القدوه بتاعتي لما يكون
شخص سطحي او تافه، ابني مش هيوصل لحاجه، انا لازم اتابع ابني بيوصل مين القدوه بتاعته، ولازم القدوه بتاعته دي يبقى شخص انا شايف انه فعلا ينفع يبقى قدوه، ويفضل كمان القدوه بتاعته تبقى حد في تخصص هو عنده امكانيات او عنده موهبه في هذا التخصص. ركز على ده في اي عمر؟ ده من هو صغير. كم سنه؟ احنا ده من سن 3 4 سنين، احنا بنقول 80% من شخصيه الطفل بتكون في اول 6 سنين من عمره، فانا محتاج في الفتره دي اشكل دماغ ابني واتابع هو بيتفرج على ايه. انت ابنك لو هو عنده صغير وابتدى يشرب مشروبات معينه، الحاجات اللي بتشرب بتؤدي لهشاشه العظام، هيتعود عليها؟ لا، انا هعوده على عصاير، على مش عارف ايه، خلاص اتعود على نفس النظام على المستوى الفكري، بيشوف ايه، بيسمع ايه. لا، القصه طويله وان شاء الله نكملها في حلقات تانية ان شاء الله. الفقره التانية بشكرك جدا يا دكتور رأفت، شرفتنا ونورتنا، كان حوار ثري وممتع، استمتعت بيه جدا جدا. ربنا يخليك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكركم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعه. بكره باذن الله حلقه جديده من صباحك مصري الساعه 11 تماما بتوقيت القاهره.